افقيه في حاجه مش بس في الطب كله، في جزء من الجزء من الطب زي ما اخونا كان بيتكلم دلوقتي. في حتى في حتى مش في اللغه العربيه كلها، في حتى بس. واخد بالك؟ فلما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان احنا في وقت من الاوقات لابد نغير الفكر المجتمعي من عمل الانساني. الفكر المجتمعي لعمل الانساني بمعنى ايه؟ بمعنى بس نتأكد، انا دلوقتي عندي كارثه وعندي عمل اغاثه عايز اقوم بيه. عمل لا خلاص. عمل اغاثه خلاص؟ كل الفلوس او 90% من الفلوس او الاموال اللي بتيجي لاي جمعيه خيريه هي في العمل الاغاثي، صح ولا غلط؟ صح. انا بقول وده بقى رايي الشخصي اللي انا بقاتل عليه وانا مسؤول عنه امام الله سبحانه وتعالى، ان انا بقول ان انا ساعه الكارثه هقسم ميزانياتي اللي هي فلوس الكارثه الى جزئين، 70% العمل الغازي خلاص؟ مش 100%. ليه؟ لأن بعد التلفزيون ما يروح ويروح البيت مفيش حد هيديك ولا مليم. تيجي تقول لي عايز أعمل دورة للقدرات، عايز أعمل تنمية، عايز أعمل كذا، عايز أعمل كذا، عايز أبني المحليات، يعني بعد السونامي في مؤسسات ما عرفتش تبص تصرف الفلوس بتاعها لمدة سنة. لماذا؟ الملفات مش موجودة والموظفين كلهم ماتوا. سنة. ما عرفوش يصرفوا الفلوس بتاعتهم. معايا؟ ال 30% التانيين أنا هقسمهم على الحاجات اللي ما بتجمعش فلوس بعد كده. اللي هي بناء القدرات، الأماكن اللي فيها تنمية، عايز أنمي في منطقة ما فيهاش كارثة أو ما فيهاش حرب، ربنا يحفظك. عايز أبني المحليات حتى. يعني أنا هديك مثل دلوقتي. لو احنا دخلنا في بلد ما خارجه من حرب واثار حرب وقلنا هنعيد الاعمار وفي 5 مليار جم لاعاده الاعمار، كانت المحليات مهترئه، كانت الحكومه المحليه ضعيفه، ال 5 مليار و 10 مليار هيروحوا فين؟ هيضيعوا، لان ما عندكش جهاز رقابي قوي يستطيع صرف مثل هذه الاموال. صح ولا غلط؟ فانا من الناس اللي بقول انا مش عايز فلوس بالمليارات في الوقت ده بالذات، لان لو ما كانش فيه فساد هتخلق الفساد، لان الفساد بيجي مش لان انا سيء، بيجي لان انا ما عنديش جهاز رقابي يمنعني عن التسيب. فزي جزء منها ان انا ابني المحليات بيسموها عندنا في العراق المحليات دي اللي هي البلديات. بلديات ها؟ مجالس محليه. مجالس محليه. يبقى ده جزء منها. جزء منها ان انا اعمل احتياط استراتيجي. من اول يوم في الصراع المسلح انا مطلع 2% 3% او 5% سيبهم لاحتياط استراتيجي ما بعد الحرب. تبقى موقوفه. موقوفه وقف زمني لما بعد الحرب. والله انا يعني مثلا لو احنا مثلا بنبص في القضيه السوريه دلوقتي بقى 7 سنين او 8 سنين. 8 لو كان انا عندي 8 بخش لي كل سنه 10 مليون. وقلت انا في كل سنه من اول يوم الى يومنا هذا هطلع مثلا 200 300 ألف. اسيبهم اصبح عندي دلوقتي ايه 3 مليون. أو 4 مليون أو 5 مليون أو 2 مليون، لما هيجي الإعمار أنا محتاج لميزانية في وقت ما فيش فلوس بتجيلي حسيت إن أنا آخد الاحتياط الاستراتيجي ده أحطه على الطاولة. هنا بيجي بقى رؤية مين؟ رؤية مجلس الإدارة. وقدرة مجلس الإدارة على إنه يتحكم في نفسه ويعلم المانع إن أنا لابد ال 30% دول أبتدي هو إيه؟ أبتدي من أول يوم أقول يا إخوانا أنا مش هيجيلي فلوس بعد الإيه؟ بعد إعلام يحتفل. مش هيجي فلوس. دلوقتي السوري اللي اغلب المؤسسات السوريه اللي موجوده في تركيا دلوقتي بتغلق. ليه؟ لان كانوا معتمدين على عام على ايه؟ على مانح واحد. ها؟ المانح واحد اصبح ما عندوش فلوس. فانت ليه بتعتمد على مانح واحد؟ ليه ما حولتش نفسك احتياط استراتيجي الى اخره الى اخره؟ فانا بتكلم في ال 30% دي نعمل فيها محاضرات ونعمل فيها نظريات لابد نضرب على الامم المتحده وتقول لها هي والدول المانحه انا عايز ال 30% دي من اول يوم عشان بعدين انتوا ما تمشوا انا المجتمع اللي انا قاعد انا المجتمع انا المال ده بتاعي انا
مش عايز اصرفه. يعني احد الاخوات السوريات كنت بتكلم معاه من اسبوعين ان هو بتقول لي جت كده منحه مش عارف 400,000 ولا 300,000 ولا 500,000 من جهه معينه في الامم المتحده، ولابد تصرفيها في 3 أشهر أو 6 أشهر. تقول له انت معملها سنتين، انا عندي القدره عشان هي مشت. تقول لها هو كده. هي بتقول لي انا بعهد للمال. يبقى الفكر بتاعنا يا شباب ان احنا نطلع فكر جديد يستطيع ان يقول للمانحين يا مانحين يا مانحين يا مانحين اسمعونا، نحن اصحاب المعرفه ونحن اصحاب الابداع ونحن اصحاب الحل المستدام. احنا اللي هنحل المشكله مش الفلوس فقط. اذا كان قلنا احنا نفسنا هذه الشخصيه المجتمعيه بكتل كبيره من المؤسسات سنستطيع ان نغير ايه؟ ثقافه ايه؟ المانع بالنسبه لنا. واضح يا شباب؟ ده حلم. لما انا ما عملتش حق اول مش حق اول. خلاص؟ التدرج مهم جدا. انا ممكن اقول في التدرج ايه؟ العمل التقليدي مفيش مشكله. يعني هديك انا امثله ثانيه عشان ايه بس ايه؟ خد ترتيب كده عشان التلفزيون بيعمل قطع في الرساله التلفزيون بتاعنا مش كده؟ عندنا تلفزيون كتير احنا. امشي واضحه ال 30% دي؟ واضحه. هي صعبه الحصول عليها. انا عارف. هو اصل ده ومين اللي قال صعبه؟ ما انا بقول لك ما فيش حاجه سهله. مفيش حاجه سهله. حتى جوازك صعب. زواجك يعني صعب. تربيه الاولاد صعبه. ارضاء الوالدين صعبه. بناء الجمعيه صعبه. فكل الاشياء دي تحديات. انا لذلك انا قلت ايه في الاخر؟ بنجتمع احنا على رؤيه واحده كجمعيات معينه. وابتدي نفرض خدنا صيعنا نصل 30%، لكن لو خدنا 10% ممتاز. لو خدنا 10% ممتاز، لو خدنا 10% ممتاز، بس ناخد حاجه. ما تخلينيش ان انا بعد الكارثه ما تحصل الاقي مفيش حد بيديني ولا مليم. بقعد في المؤسسه، هنا مئات المؤسسات السوريه بتغلق. ليه؟ لان مفيش تمويل لها. ما عملوش يوم الحساب ده اللي هو في يوم من الايام هنخدع المال عنه. يا ما حذرنا من 3 سنين و4 سنين، لكن هم كانوا نايمين في حضن جمعيه في بلد ما او بلد ما او بلد ما الى اخره، والاخر لا ما فيش حاجه. فذلك انا بقى احذر، وهنستطيع اننا ننجح اذا اتحدنا وعملنا لنفسنا صوت واحد. يعني صل على النبي يا شباب. انا عندي ورقه عمل وزي ما تقول نظريه جديده جميله جدا. خلاص؟ ومبدعه. حبيت ان اعرضها على المجتمع، لو انا نزلت على لوحدي هيبقى تاثيرها في المجتمع تاثير شخص واحد او جمعيه واحده. لان انا عايز اعمل فيها السبق، عايز انا الشعار بتاعي يكون هو الشعار الاول، عايز يقول اسم جمعيتي هي الجمعيه اللي عملتها، ها؟ وده جزء من الفشل. بالرغم ان الفكره ايه؟ مبدعه، صح؟ جزء من الفشل. لكن لو انا صبرت على هذه الفكره الجميله معايا وكلمت جمعيتك اسمها ايه؟ كلكم جامعة نفس الجمعية؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وعرضت الفكرة دي على كل هذه الجمعيات، وقلت لهم يا اخوانا خدوا وقتكم اسبوع ولا اسبوعين ونزل الفكرة الابداعية دي باسماء 10 او 15 جمعية او 20 جمعية، تأثيرها هيكون ايه على المجتمع؟ اقوى اقوى بكتير. لكن الفكر الاحادي اللي احنا بنحاول نسبق به الاخرين هيخلي الفكرة الجميلة دي ما تطلعش زي شجرة النخلة، تطلع زي البرسيم. ما يراهاش الناس اللي فوق البعيدين، يراها فقط الناس اللي تحت. فاحنا برضك عايزين نعلم نفسنا ان حب الشعار المؤسسه وحب اسم المؤسسه ما يطغاش علينا ويكون اقوى من حبنا للمجتمع اللي نعمل من اجله. انا هديكم مثلا احنا عملناه من سنتين، هنعمله السنه دي برضك في اخر السنه. لو انتوا عايزين تشاركوا فيني هقول لكم تبعتوا مندوب اخر السنه في اسطنبول. مؤتمر احنا عملناه. خلاص يا شباب؟ مؤتمر احنا كجمعيه عملناه. المؤتمر ده تعرف قررناه امتى؟ كنا جمعنا احنا ورش عمل كتير جدا للترتيب لمؤتمر القمه الانساني اتعمل 2016. وكان عندنا رؤيه. اللي قال الرؤيه هي المستقبل، مين قال الرؤيه هي المستقبل اول واحد فيكم؟ ده دكتور في ايه؟ انا في علوم اسلاميه. انت مش دكتور في حتى لا. انا حتى الدكتوره حتى حتتني في اكافئه في قفايا. كمل بقى. وقفات حروفيه.
خير انا علمت ازاي في المصريات انه دايما في العصر الحاجه دي لما كانوا بيحبوا الحمه تيجي تخطب البنت كانت بتعمل ايه؟ والله يا دي انت لازم تحكيها دي قوانين معقده جدا يعني. تقعد البنت وتطلعها على الكرسي وتديها حاجات بندقها كده عشان تكسرها تشوف سنها شكلها ايه، تقول لها حاجه ناحيه عينيها كده وتقول لها بص فيها عشان تبقى تشوفهم ولا ما تشوفش، تحضرها بقى في كل حته باسمها. شدها ايوه وتشدها ايوه كده كده وتشدها مش عارف شغال التسليمه المصريه. لا يا بنتي ايه الكلمات ده وتشدها كده وتتسوق. وبعد كده بقى كوبايه القهوه ولا فنجان القهوه لو من غير وش تبقى صفر. عارفين وش القهوه يعني ايه؟ الرغوه. الرغوه اللي فوق ده ايوه. ايه ده يا بنتي ده خلاص يلا يا ابني نطلع بره مش عارف تعمل فنجان قهوه. اه. تقول بيها انا زهقت دلوقتي. تقول لي قبل كده؟ ايوه عبد الله. المؤتمر. المؤتمر. نهايه السنه. فكان عندنا رؤيه. المؤتمر ده في ديسمبر 2015. الرؤيه هي ماذا بعد المؤتمر؟ لما احنا قعدنا مع الامم المتحده كنا احنا احد الميسرين لورشات جدا للامم المتحده في 36 في 36 دوله. واخد بالك؟ ففي هذه الرؤيه ها حطينا ماذا بعد؟ لازم انتوا في كل عمل تعملوه تعملوا ماذا بعد؟ يعني مش احنا عملنا ورشه عمل مجرد ورشه عمل، ماذا بعد ورشه عمل عشان نغيرها؟ فقلنا ماذا بعد؟ واحنا في ديسمبر 2015 كان المؤتمر في يونيو ولا مايو 2016. فلما قعدنا مع الامم المتحده لانهم بيقولوا ايه ماذا بعد؟ سكتوا. احنا لسه ما خلصناش المؤتمر تيجي تقول لنا ماذا بعد؟ المهم كنا احنا عاملين رؤيه. فحددنا الرؤيه دي واركانها في 5 ديسمبر 2015. لم نعلن عنها في المؤتمر. كيف اعلنا عنها بعد المؤتمر بثلاث اشهر؟ يعني شهر يوليو او اغسطس. قلنا احنا عايزين نعمل مؤتمر ايه يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مين صاحب الفكر؟ احنا. لكن لما جينا نجيب المؤسسات الكبيره اللي تخش الرقابه عندنا ما عملناش الشعار بتاعنا هو الشعار الاساسي. مش عارف. لا ربنا اي حاجه خلاص. خد بالك اجتهد قول بسم الله واجتهد هتيجي صح. لو قلت بسم الله. لو اخطات قول لك اجر. اه؟ اذا اخطا انا اه. فلما ننظر لمثل هذا الموضوع برحتك قلنا دخل معانا 35 مؤسسه كشركاء من اول يوم فكره مين؟ فكرتنا احنا صح؟ لكن احنا ما رضيناش نستثمر بيها لانفسنا وحطينا شعار المؤسسه وسط ال 35 شعار خلاص؟ السكرتاريه كانت سكرتاريتنا احنا اللي بتدير الملف ده لكن لما جينا قلنا للسكرتاريه شلنا اسم المؤسسه من المسؤول قلنا له دلوقتي انت مسؤول السكرتاريه في المؤتمر مش مسؤول مؤسستنا احنا في المؤتمر شيل ايه الصفه الوظيفيه بتاعتك فكانت مؤسسات كبيره اللي عندها 100 مليون واللي عندها 500 مليون و300 مليون اصبحوا شركاء مع مؤسسه كل راس مالها يمكن ربع مليون او اكثر او اقل ده اللي هو الميزانيه بتاعتك فاذا انت عايز الفكره بتاعتك تنجح في التدرج لابد انك تجيب حواليها ناس انا في الاول بدات بايه؟ بالعمل التقليدي اللي هو ايه؟ رمضان، الاضاحي، الاغاثه، الايتام، كذا كويس ممتاز ابدا بيه. ابدا وابدا 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 وبعد كده طول ما انت بترتقي خرجنا من مرحله الحضانه للابتدائي للاعدادي للثانوي للجامعه للابحاث لكذا لكذا ما تقفش انت في مرحله واحده. لو انت وقفت في مرحله واحده خلاص انت بتقضي على النمو الراسي الفكري المؤسسي. وده اللي احنا عملناه يعني هو دي فكره تجربه عمليه خدت مننا 35 سنه من استجابه لاغاثه الى التكلم عن الابحاث اقول لكم يا شباب انت في هنا مؤسستين الابحاث طب راح فين الاخ الموجود ابحاث طيب انا عايز كل جمعيه من عندنا تشارك في عمل بحث وتديها لجمعيه بحثيه او لجامعه ما عندناش احنا مؤسسات ابحاث قويه في بلادنا صح ولا غلط؟ ما عندناش مؤسسات بتاع ثينك تانك اللي هي بتاعت ايه يعني ثينك تانك؟ فكريه صح ولا غلط؟ فكل مؤسسات الثينك تانك دي جايه لنا من بره وتعمل لك حاجه كده وتصنفها على اساس ايه؟ انا ما عنديش مؤسسه ترد عليها
بفكر ترد عليها بالبحث. فلذلك النمو التدرج ده تاخد من الدراسه العمل التقليدي الى تخش عمل الحقوق الى كذا الى كذا بما يتوافق مع المعايير الانسانيه لمؤسسه. لكن انا عايز ابني بحث كما احنا بنصرف من ميزانياتنا على ابحاث. وانا لازم اعمل قسم للبحث ده. انا والله يا اخوانا ايه بس القضيه اللي انتوا عايزين تبحثوها في اي مدينه في المدن عندكم؟ اي قضيه من القضايا اللي عايز تبحثوها؟ قضيه التعليم. التعليم التعليم طيب خلاص نجتمع مع بعض ونروح مع جامعه متخصصه او مع مركز بحث متخصص قول له والله المبدا احنا عندنا لك الداتا المعلومات وانت حللها واعملها كذا وكذا 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 وطلعها هتتكلم في كام بدل ما انا هعمل قسم للبحث واداره البحث احنا كلنا الموضوع ده هيكلف مثلا 100,000 دولار على 10 جمعيات او 15 جمعيه بقى 7,000 دولار لكل جمعيه اللي عملتها جامعه معينه او هيئه معروفه مرموقه معينه لما هياخد البحث ده باسم الجامعه دي الناس هتقراه السياسيين هيقروه الحكومه هتقراه لكن لما هياخد بس باسم جمعيه مش هقراه ان دي وجهه نظرك انت الجمعيه من 4,000 جمعيه لكن دي جامعه مستقله ها عندها كوادر وعندها كذا وعندها كذا وانتم جزاكم الله خير اللي هو ايه؟ اللي هي الداتا اللي هي المعلومات اللي الجامعه مش ممكن حتى تعمل وبدل ما تعملها جمعيه واحده تعملها 10 جمعيات حتى الجمعيه يطلعوا مع بعض ويطلعوا في المؤتمر الصحفي مع بعض مع الجامعه يقول احنا عملنا كذا وكذا 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 فلما الحكومه ترى ان في 10 15 شعار موجودين وترى وراهم جامعه معينه او مركز بحث مرموق الى اخره هتستطيع او هتستعد تاثر على حيثيات صناعه القرار الحكومي في هذا المكان. لكن اللي احنا بنعمله ده من خبرتنا البسيطه ان احنا بنستهدف بانفسنا عن الاخرين. عشان كده بيطلع المنتج ايه؟ ضعيف. جزاكم الله خير. يبقى ده بقى ايه؟ تدرج. في حاجه ثانيه عايزينها بس قبل ما تعملوا كده. انا ما عنديش مشكله انا لغايه كل ما يعني مشاوير الصبحيه اخونا قال لي تعالى فجيت على طول. عفوا استاذ هي منظمات غير حكوميه. لا ما تختلف نعم. احنا شفنا من خلال يعني عملنا خصوصا يعني احنا عملنا محلي مو دولي. مش مشكله. انتم عملكم دولي. ومحلي ورا. ايه المحلي احنا نشوف اكبر عقبه امام انه التطور وممكن المنظمه تقدم خدمه للناس هي الحكومه. نعم. فده يعني ارى ان حضرتك تربط الامر بالحكومه بالامم المتحده وبالجسمه تدري هذول هم عندهم معايير شلون معايير انه فلان لازم ياخذ جائزه وفلان ما ياخذ جائزه يعني هي مثلا ناديه مراد ايش قدمت للامه الانسانيه وحتى تحصل على جائزه نوبل سواء انها تفتخر انها اختصرها 4 أو 5 اشخاص من مع العلم السجناء ابو غرير اللي اعتقلتهم القوات الامريكيه يعني اختصروا حتى الرجال فانا اشوف مع يعني ربط المنظمات غير الحكوميه بالعمل الحكومي وبالامم المتحده انا اشوفه معرقل لعمل المنظمات وليس مساعد لتقديمها. وجهه نظر معتبره ومحترمة وواقعية لكن أنا إزاي هأثر على الحكومة عشان تغير قرار سياسي؟ أنا اللي أنا بتكلم عليها يا إخوانا إن أنا عايز أعمل شيء يكون ليه حيثية قوية تستطيع إنها توجه أنت في الحكومة دي في أعضاء برلمان صح ولا غلط؟ في ناس يعرفوك مؤمنين باللي أنت بتقوم بيه ده اللي إحنا مسمينه لوبي الأحزاب المختلفة وأنت بتتكلم عن مشروع إنساني بتتكلم عن التعليم وانت بتحط وجهه نظر لو احنا ما بنيناش تحالف مع جمعيات غير حكوميه كثيره لن نستطيع ان لا نؤثر على الحكومه ولا على الامم المتحده. احنا مشكلتنا يعني مثلا هديك انا حاجه حصلت في مؤتمر القمه الانساني 2016 السوريين لاول مره يجتمعوا مع بعض ويقولوا في هذا الاجتماع ان 80% من اموال الامم المتحده لا تاتي للمؤسسات غير الحكوميه اللي خارج دمشق. اللي خارج سوريا ودي ضغطت جدا على الامم المتحده انها تتوزع بعض الاموال دي على المؤسسات الكثيره سواء كان في الاردن او في لبنان او في تركيا.
لا ما خرجوش بهذه الاحصائيه وقفوا قدام الامم المتحده وقال انت لابد تكوني متعدده. صحيح في نازحين في الداخل تحت رعايه الدوله، في نازحين تحت رعايه الجمعيات دي، وفي لاجئين في تركيا وغير تركيا، فلابد انت من غير الضغط ده مش هيحصل ان الامم المتحده تغير قرارها السياسي او لان قرر الامم المتحده مؤسسه حكومات. فارجع مره اخرى اتكلم فيها، انا متوافق جدا مع اللي بقوله، بس انا بعمل منظومه تستطيع ان تؤثر على تقليل سموم اي قرار انفرادي لاي حكومه. لن يتغير هذا او يخفف منه الا عن طريق التكتلات، الا عن طريق الابحاث لان نكتبها. ولابد ان نحاول، اغلب الاوراق البحثيه اللي بتطلع في بريطانيا هي اللي بتاثر على قرار الحكومه. مش واحد زي حالاتي بيطلع يعيط يقول احنا كذا ويقول محاضره الى اخره، لا اغلبها بتطلع بحثيه بالارقام. يعني في احد المؤسسات من شهر تقريبا نزلت كده مؤسسه بحثيه يمينيه ان في خطوره في الجمعيات الاسلاميه اللي في الجامعات البريطانيه انها بتجيب ناس متطرفين. 56 جمعيه، 56 جامعه، تخيل بقى. طبعا البحث ده كان فرفوش وذكروا مثلا بعض الاسماء كتيره. فانا قعدت مع بعض المسؤولين من حوالي 3 اسابيع جبت لهم الاحصائيات كم عدد الطلبه في كل جمعيه. بس حاجه تافهه جدا ومش يعني مش محتاجه يعني شيء المعنى تعمله. طلع اكثر من 1,000,000 طالب خلاص. قلت لهم في الجلسه دي هم يعني ناس مسؤولين عن التطرف الارهابي الداخلي، قلت لهم ده واحد متخيل ان 1% من الطلبه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين قروا التعليم ده وبدأ هم يتطرفوا واتخانقوا مع بعض ودخلوا كل الجامعات، هيبقى انتم موقفكم ايه؟ بس لما كان 1% من 1,000,000 عشان انا منعت كام؟ يعني 10,000 10,000 تخيل؟ لو بعض الشباب اللي هم الغير مسلم اللي هم من اليمين الى اخره، وبعض الشباب من المسلم اللي هم يعني اصبح متحمس الى اخره واصطدموا في الجامعات دي، انتوا هتكون تكلفه الصدمات دي عليكم انتوا هيئه ولا على المؤسسه اليمينيه اللي عملت كذا وكذا 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 دول معرفه. فهم اهم حاجه في في في, في الكلام اللي هنقوله كان هو ايه؟ المليون مليون طالب في سن 18 او 17 ل 22 هو السن اللي بيحصل فيه مواقف. ما تقدرش توقفها، انت ماسك في 56 جامعه. ومنظر مرة أخرى لابد علينا من أن نكون كتل ونتعلم أن نتعامل مع بعض كشركاء مش ليس كمنافسين على المستوى الوطني. على المستوى الوطني بحضرتك. فلذلك هتلاقي بقدر أن هو حرفية وشفافية و ومصداقيه البحث اللي انت عامله تستطيع ان تؤثر من خلال اصدقائك داخل اي دائره من الدوائر الحكوميه ان هم ايه؟ ان لم يغيروا القرار لكن على الاقل يقللوا من سلبيات القرار. اللي انا بقوله هو مسيره فيها تضارب. هل احنا نستطيع ان احنا 10 15 جمعيه نقعد مع بعض نفكر برؤيه واحده؟ ده السؤال. السؤال مش الحكومة هتوفر ما توفقش، لا، السؤال احنا هنقعد مع بعض ونثق بعض ولا لا؟ شوف الأصعب فين؟ الأصعب هيكون عندي أنا. هل أنا هستطيع؟ يعني لما بضرب المثل بتاع المؤتمر من سنتين ده الشباب اللي كنا شغال معاهم بيقول طب ده احنا فكرتنا والمال احنا اللي نجمعه، قلت له ولا الشعار بتاعه يكون زي 35 شعار، لأن في 35 شعار ده كان فيه زي ما قلت لك في مؤسسة عندها 100 مليون و200 مليون واحنا بقول لك 4 مليون. فلما هيحسوا ان احنا بنستاثر بشعارنا على شعاركم هيعملوا ايه؟ يا عم واخديننا احنا بطيه، واخديننا احنا ركوبه، واخديننا احنا كذا. وده اللي انا بتكلم عليه، كيف نستطيع ان نجلس ونتفق؟ ان شاء الله يكون على بحث بسيط لا نختلف عليه كلنا. اذا اردت ان تؤثر على القرار السياسي لاي حكومه في العالم. سواء كانت الحكومة المحلية أو حتى الأمم المتحدة، في مداخل الأمم المتحدة دخلت فيها بس أنت ادينا البحث، واحد كان بعت لي
رسالة من اليمن من كم يوم، اليمن فيها كذا فيها كذا. أنا كنت في اليمن، أعوذ بالله من شر هذه الكلمة، وقبل ما يعلن عن الكوليرا في اليمن في 2017 كنت أنا واقف في المستشفى السبعين بتاع الأطفال في صنعاء بقول لهم إن في كوليرا في اليمن. فكنت بغطي الكلمة بتاعتي، كان كل المؤسسات التعليمية داخل إيه؟ داخل صنعاء قبل الأمم المتحدة بساعات بتقعد معانا، بالرغم إن كانت إيه الإحصائيات الأمم المتحدة. فأنا خدم الإحصائيات دي مكتوبة على الويب سايت بتاعهم وعلناها على البلد، فاضطروا إنهم يعلنوها. من كام من مش عارف أبريل أو مايو 2017 كنت أنا داخل في صنعاء. فلما نضرب مثل هذه الأشياء أنت استفدت بإيه؟ بالإعلام. الإعلام أعلن. واضطروا الناس إنهم يتعاملوا مع قضية الكوليرا كأنها قضية محورية. وأنا لما الأخ كلمني قلت له هات لي قال لي كم جملة كده، قلت له ما ينفعش، هات لي إحصائيات، هات لي تقارير عشان لو إحنا هنعمل محاضرة هنعمل شيء بناءً على، خدت بالك في حتة بناءً على حيث كان حكم في القضاء أو في أي حاجة ثانية بناءً على. بس أهم حاجة في بناءً على من نحن لكي نجلس مع بعض ونتفق على شيء بسيط يفيد المجتمع دون أن يستأثر بنا منا أحد على الآخر في داخل المجموعة دي كلها. احنا عاملين جمعية اسمها مسلم تشايلدز فورم، مجمعة كل الجمعيات الخيرية الإسلامية مش كلهم طبعا حوالي 17 أو 18 واحدة. أساس الجمعية دي كلها إن رئيس الجمعية ما يكونش منتسب لأي أحد من الأعضاء عشان ما يكونش ليه يقدر لأنه يأثر على القرار السياسي بتاعه. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية حطنا إن فيكم ربع أعضاء الجمعية يكونوا من المستقلين. خلاص؟ يعني في مثلا 75% من أعضاء الجمعية 25% من المستقلين عشان يكون في توازن. الأمر الثالث الذي يختار العضوية الجديدة ليس من أعضاء الجمعية لكن ناس مستقلين من بره. يبصوا لكل جمعية قدمت عنها تكون عضوة، يشوف هل المعايير بتاعتها تتمشى مع المعايير بتاع الجمعية الحالية ولا لا. ده جزء من الشفافية. يبقى الرئيس مش من الجمعيات اللي هي الأعضاء. أغلب التكتلات احنا عاملينها شباب، الرئيس بيكون من أحد الجمعيات. وأغلب النقاشات الخلفية بعض الانتقامات أنا عاملها بإيه؟ لا عايز يروح خلينا نشرب حتى دي عشان جمعيتي من الأعضاء. ده اللي بيحصل. لكن انا لو جبت رئيس مستقل عن كل الجمعيات وحطيته في التكتل، انا عمل التكتلات ده شيء جديد لابد احنا ايه نؤمن بيه عشان نبتدي نعمله. احنا ما عملناش قبل كده ليه؟ لان المجتمع في العراق كان في 30 سنه اللي فاتت يعني اسمه ايه؟ محروم من العمل المجتمعي المؤسسي. وان كان هناك عمل مجتمعي فردي، يعني انت مثلا لو حصلت مشكله في الحي بتاعك بتدخل تساعد جار كفرد، صح؟ واحده اتطلقت بتساعدها، واحد جوزها مات بتساعدها، الى اخره الى اخره. لكن العمل المؤسسي كانت انت محروم منه. العراق وليبيا وسوريا الى اخره. الشعب كان مغير عنها. لكن انت كنت بتعمله ايه كفرد؟ والدك والدتك خالك عمتك الى اخره. دلوقتي احنا الاثنين كان داخلين خلي بالك العمل في العراق تقدم جدا عن اي دول ثانيه. فاحنا عايزين نوصل برضك في المرحله دي اننا كيف نقعد مع بعض بعد ربنا ما اكرمنا في العشر سنين اللي فاتوا ولا خمس سنين اللي فاتوا او ست سنين اللي فاتوا وعملنا جمعيات، ان الجمعيات تقعد علشان تتكلم بينها وبين بعضها بشفافيه واريحيه عن ماذا نفعل العراق جميعا. ان شاء الله يكون شيء بسيط. ان شاء الله يكون شيء بسيط. ان شاء الله يكون شيء بسيط. وانا شباب في التضرر عايزين ترتاحوا دلوقتي؟ ايوه ايوه والله. ايوه هردنا، قول لي قول لنا هردنا هردنا وهردنا.